أظهرت البيانات التي نشرتها إدارة الدفاع المدني الإيطالي يوم الخميس أنه حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا إلى 15113 إصابة، أي بزيادة قدرها 2651 عن اليوم السابق، فيما تم تسجيل 189 حالة وفاة جديدة، وارتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 1016 حالة، وبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالي 1258.